إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إن فضل الله على عباده أن نوع لهم العبادات، فشرع لهم صلاة لا أفضل منها بعد الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم، والله يحبها. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة الليل، متفق عليه. وأداؤها بإخلاص من علامة التقوى. قال الله سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وصلاة الليل مكفرة للسيئات، ماحية للخطايا. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل أي تطفئ أيضا الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي. وصلاة الليل سبب رحمة الله للعبد. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، رواه أبو داود. وصلاة الليل من العبادات التي تؤدى لشكر نعم الله. كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، رواه البخاري. وهي من أسباب دخول الجنة. قال عبد الله بن السلام رضي الله عنه: أول شيء سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم به حين قدم المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي. بل من أداها كان في أعلى منازل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها
من ظهورها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام رواه أحمد وأحب الأعمال ما داوم عليه صاحبه وإن قل وصلاتها في البيت أفضل خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وقيام الليل كما هو مسنون للرجال فهو أيضا سنة للنساء طرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلى وقال لهما ألا تصليان متفق عليه قال الطبري رحمه الله لولا ما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة لمن أيقظ أهله ليصليها فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته رواه أبو داود وصلاة الليل رفعة للشاب كما هو نور ووقار للكبير قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر وكان إذ ذاك شابا نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل متفق عليه قال ابنه سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا قال ابن حجر رحمه الله من كان يقوم الليل يوصف بأنه نعم الرجل وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو أن يترك قيام الليل عبد الله بن عمر أي أن يترك قيام الليل وهو غلام فقال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل رواه البخاري أيها الأحبة في الله وشأن الدعاء في الليل عظيم قال عليه الصلاة والسلام وفي الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه رواه مسلم وفي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه ومن استيقظ من الليل فقرأ هذا الذكر ودعا استجيب له فإن صلى قبلت صلاته قال عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل أي استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته رواه البخاري عباد الله وكل الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر زمن لصلاة الليل وأقله ركعة ولا حد لأكثره وآخر الليل أفضل ولأهمية صلاة الليل من نام عنها شرع له أن يقضيها قال عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وقراءة أذكار النوم معينة للاستيقاظ إلى صلاة الليل والسهر قد يمنع قيام الليل ومن نام على معصية لم يقم في الأغلب إلى طاعة
عباد الله، فالدنيا زمنها قليل، والليل بما فيه من صلاة وتلاوة ودعاء وتصبيح واستغفار من خير ما يعمر به المسلم آخرته، واللبيب من يغتنم آخر الليل لإصلاح دينه ودنياه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.